السلام عليكم طلاب الصف الرابع، كيف حالكم أعزائي الطلبة؟ في حصة اللغة العربية لهذا اليوم سنقوم بتكملة مراجعة وحداتنا، واليوم سنتحدث عن من قصص العرب. هيا نفتح الكتاب من قصص العرب. طبعا عندي هاي الوحدة، نبلش نقرأ الدرس، نتعرف على المعاني. عندي مهم جدا هذه الصفحة، الكلمة والمخالفة. أيضا عندي هنا تكملة المعاني، ومن محاسن الأخلاق اللي هي المروءة. عن ماذا تحدث أنو خلق تحدث عنه هذا الدرس؟ المروءة. الفهم والاستيعاب ما راح أجيب لكم منه. عندي هون قاعدة الحال، طبعا تحدثنا الحصة السابقة عن المفعول لأجله. في هاي القاعدة نتحدث عن الحال، طبعا بسأل عن الحال بكيف، أما المفعول لأجله بلماذا. طبعا نفس الإعراب، لكن هذيك اسم مفعول لأجله، هون عندي حال. طبعا عندك تميز. كيف راح اجيب لك سؤال مثلا، ما اعراب غزيرة؟ الحال في هذه الجملة نزلت ولا الامطار ولا غزيرة والى اخره. طبعا هون تكملت قاعدة الحال ايضا لتثبيت القاعدة. عندي هون الكتابة، بدك تنتبه لكتابة الهمزة المتطرفة على السطر، الهمزة على السطر في هذه الكلمات. طبعا اذا سبقت بحرف مد او حرف ساكن تكتب على السطر، تكتب على السطر اذا كان حرف مد أو سكون تكتب على السطر. هون عندي الألف المخفية، أيضا بدك تركز عليها في الكلمات وكتابتها. نأتي هون عند التعبير، ما راح أجيب لكم صراحة من التعبير، هون هذه الصفحة غير مهمة. عندي هون المهم هي الأخلاق، طبعا ما اسم الشاعر معروف الرصافي، هون هي القاعدة المهمة لهذه الوحدة. بك إحنا بدك تركز فقط على في هذه المحفوظات على اسم النشيد واسم الشاعر. بك خلصنا إحنا مراجعتنا لمن قصص العرب. بالحصة القادمة إن شاء الله سنقبل من أهل العزم. أي سؤال أي استفسار تبعتولي على المنصة، ويعطيكم العافية. إلى اللقاء يا رابع.